رسالة إلى أمريكا اللي كتبها أسامة بن لادن من 21 سنة، يعيد نشرها آلاف الأمريكيين على منصة تيك توك بسبب الحرب على غزة. أشخاص من مختلف الأعمار والأعراق والأجناس نشروا مقاطع فيديو قالوا فيها أن الرسالة اللي شرح فيها بن لادن سبب هجوم 11 سبتمبر فتحت عينهم وخلتهم يشوفوا الأمور بطريقة مختلفة. So I just read a letter to America and I will never look at life the same. I will never look at this country the same. It's wild and everyone should read it. وركز معظم التيك توكر على جزء الرسالة اللي بخص فلسطين ودور أمريكا في دعم إسرائيل لاحتلال الأرض واضطهاد الشعب الفلسطيني لعقود. صحيفة الجارديان قامت بحذف نسختها من الرسالة بمجرد انتشارها على منصات التواصل، ما زاد الاهتمام فيها لتتحول إلى الترند الأول في أمريكا خلال 24 ساعة. لتعيد الصحيفة نشرها لاحقاً فيما قالت إنه ضمن المقال الإخباري الذي يضعها في سياقها الأصلي. بالمقابل شكت معلقون بنوايا الموقع الصيني وهدفه من الترويج لهيك محتوى في وقت يتم اتهام المقاومين الفلسطينيين بالإرهاب.